بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله حلقة تدريبات كتاب المدرسة. على مين؟ على درس الاحتكاك. أول سؤال بيقول لي اكتب المصطلح العلمي، واللي بيتفرج يجاوب معايا. نمرة واحد، مين اللي نقول عليها قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتؤثر في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة؟ ده تعريف مين؟ ده تعريف الاحتكاك. طب إجا ولد قال أنا عايز أقول قوة الاحتكاك، أقول له صح، سواء قلت دي أو قلت دي. نيجي النمرة ب، التعريف ده تعريف مين؟ هي نوع من قوة الاحتكاك تنشأ عن حركة جسمي في الهواء. طالما حركة جسمي في الهواء يبقى ده نوع من المقاومة، وبدام جاب سيرة الهواء يبقى مقاومة الهواء. طب بنت عمها التانية أهي، هي نوع من قوة الاحتكاك تنشأ عن حركة جسمي في الماء، مادام جاب سيرة المية يبقى نوع من المقاومة اسمه مقاومة الماء. ودول أهم 3 تعاريف في درس وحدة الاحتكاك. السؤال التاني سؤال علل، 3 أسئلة ألف وب وجيم. يلا نقرأ الأولاني بيقول علل، ليه بتأخذ السمكة شكلا انسيابيا؟ أولا هي من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن لها ميزة. لها ميزة. طب اشمعنى الشكل الانسيابي؟ الإجابة لأن الشكل الانسيابي يخليها مش زي العلبة، مش زي الحصالة، يقلل من مساحة سطح الجسم. يبقى الميزة إن الشكل الانسيابي يقلل من مساحة سطح الجسم، سواء من عند الراس أو من عند الديل. يوم يجي ولد طب يقول، طب لما تقل مساحة الجسم إيه اللي يحصل؟ فتقل قوة الاحتكاك، فتقل قوة الاحتكاك مع المية. طب لما الاحتكاك يقل عليها فتعوم بسهولة ويسر، تعوم بسهولة ويسر ومحدش يضايقها في المية. يلا يا ولادي التعليل التاني بيقول علل، يفرد الخفاش جناحيه في حالة هبوطه. انت بتفرد الجناحات ليه؟ يقول عشان اكبر جسمي. يبقى عكس اللي فاتت يا ولاد، يبقى الإجابة لزيادة مساحة سطح الجسم المعرض لمين؟ للهواء، لأنه ماشي فين؟ في الهواء. طب لما يزود مساحة سطح الجسم إيه اللي يحصل؟ ده الهواء كده هيقاومه. أيوة، ما هو عايز كده، فتزيد مقاومة الهواء. طب لما الهواء يقاومه بشدة فيهبط بسهولة ويهبط بأمان، فيهبط بسهولة وأمان. تمام؟ تمام. يبقى هو خايف على مين؟ على جسمه. اللي بعده، يقوم رجل المظلات بفتح الباراشوت في حالة هبوطه. أهو سؤال المظلة زي سؤال الخفاش، نفس الإجابة. بتفرد المظلة ليه؟ يقول لزيادة مساحة سطح الجسم، علشان يكبر مساحة مين؟ سطح الجسم المعرض لمين؟ للهواء. طب ما كده الهواء هيقاومك بشدة، فتزيد مقاومة الهواء. طب لما الهواء يقاومه بشدة فيهبط بسلام وأمان، نفس القصة، ولكن ده الخفاش وده الباراشوت أو قائد المظلة، فيهبط بسهولة وأمان. خلصنا من سؤال علل، نيجي للسؤال اللي بعده. ماذا يحدث إذا أسقطنا ورقتين متشابهتين من مكان مرتفع؟ الأولى مطوية والأخرى غير مطوية. يبقى أنا منتظر إجابتين، إجابة للمطوية وإجابة للغير مطوية. يا ترى مين اللي هتهبط للأرض أولا؟ برافو كل اللي قال. الورقة المطوية تهبط للأرض أولا. طب إيه السبب في إنها تهبط للأرض أولا؟ السبب لأن مساحة سطح الجسم المعرضة للهواء قليلة، يبقى لقلة أو لصغر مساحة سطح الجسم المعرض للهواء، المعرض للهواء، كل ما كان قليل يهبط للأرض إيه أولا؟ يبقى لقلة مساحة سطح الجسم، فتقل مقاومة الهواء أو فتقل قوة الاحتكاك. تمام، فتزداد سرعتها طبعا وتهبط أولا. طب مين اللي يصل بعد ذلك؟ الورقة الغير مطوية. الورقة الغير مطوية يعني ايه الغير مطوية؟ المفرودة تهبط بعد ذلك. ده ان هبطت ليه؟
لزيادة مساحة سطح الجسم، لزيادة مساحة سطح الجسم، فتزداد مقاومة الهواء لها، فتزداد مقاومة الهواء لها. خلاص، وقلنا السبب. قال لي أيهما تهبط أولا؟ أنا قلت اذكر السبب. إحنا قلنا لدي وقلنا لدي. تعالى للسؤال اللي بعده، سؤال صح وغلط كله يجاوب معايا. قوة الاحتكاك دايما بتبقى في نفس اتجاه الحركة. أقول له إجابة خاطئة. مين الغلطة؟ كلمة نفس. طب مين التصويب؟ كلمة عكس. تمام. نمرة ب: السيارة المتحركة بتؤثر عليها مقاومة الهواء وبتبقى في نفس اتجاه حركتها. أقول له خطأ، بدل مقاومة يبقى بدل نفس نكتب عكس. نمرة ج: يقل تأثير مقاومة الهواء، الهواء يخف عليك لو انت اتحركت بسيارتك بسرعة كبيرة. اقول له ازاي بس؟ يعني انا اشد السرعة على الهواء وهو يسكت لي؟ مش هيسكت، هيقاومك ويطير الجرايد اللي في العربية ويطير شعرك ويطير ملابسك. يبقى الاجابة خاطئة. فين الغلطة؟ بسرعة كبيرة. امال بسرعة ايه؟ قليلة. تبقى الاجابة صح. نمرة دال: كلما زادت مساحة سطح الجسم، افتقر ال10 جنيه المفرودة، تقل مقاومة الهواء لحركته. إجابة خاطئة، بدل قلت نكتب زادت، كل ما كانت مفرودة. نمرة ه: عندما يفتح رجل المظلات الباراشوت، إيه اللي يحصل؟ تقل قوة الاحتكاك. أقول له بالعكس، إيه اللي هيحصل؟ تزداد قوة الاحتكاك، ده المقاومة هتزيد عشان تحميه وتنجيه. نمرة واو: بزيادة سرعة السيارة تزيد قوة الاحتكاك اللي هي المقاومة. تمام؟ أيوة تمام. كل ما زود السرعة تزيد المقاومة، قلل السرعة تقل المقاومة. يبقى الجملة دي جملة إيه يا جماعة؟ جملة صحيحة. وده آخر سؤال في تدريبات الكتاب المدرسي على درس أثر الاحتكاك على الأجسام. وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي. ودايما اقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي، وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد، وشير في الخير، خلي الكل يستفيد. صالح دعوتكم مستر حامد البيومي.